أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الخطب قال السيد الوالد قدس الله نفسه الزكية، ومن على هذا المنبر المقدس وأنا أقول مثل ما قال، أنا قلت وأكرر إن اعتقال أي واحد من المؤمنين كأنه اعتقال لي، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا تداعى فيهم عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، وإذا بقي اعتقالهم إلى الجمعة الآتية فيجب على كل خطباء الجمعة إن كانوا يسمعون في العراق التبليغ عنهم والمطالبة بإطلاق سراحهم بالحكمة والموعظة الحسنة، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. والآن قولوا معي ثلاث مرات: نريد 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 فورا 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 يا الله يا الله يا الله